السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنستعرض على حضراتكم ازاي نحل مشكلة عدم تعرف جهاز الكمبيوتر على التليفون المحمول او على اي جهاز اندرويد يتم توصيله بالكمبيوتر. لو حضرتك حابب تعرف هنحل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. في ناس كتيرة بتقول ان هي لما بتيجي توصل جهاز التليفون بتاعها بجهاز الكمبيوتر بيسمع صوت الاتصال وبيضغط على اللي هو نقل الملفات، يعني بينفذ نفس الخطوات اللي المفروض تخلي اي جهاز تليفون يظهر على الكمبيوتر بتاعه، لكن للاسف بيفتح ماي كمبيوتر بيلاقي ان الجهاز بتاعه مش ظاهر. طيب لو برضو قفل ماي كمبيوتر وراح رايح على اللي هي اداره الاجهزه عشان يشوف هل الجهاز التليفون بتاعه متعرف ولا مش متعرف، لو انا رحت كده ودورت هلاقي ان في حاجه اسمها الاجهزه المحموله، وواخد هنا شكل المربع اللي هو المثلث الاصفر، يعني معنى كده ان جهاز التليفون بتاعي مش متعرف على جهاز الكمبيوتر. طيب هنحل المشكله دي ازاي؟ هنحلها بمنتهى البساطه. حضرتك هتقف على اللي هو شكل المثلث الاصفر ده وشكل جهاز التليفون بتاعك، وتضغط كليك يمين وتضغط على حاجه اسمها تحديث برنامج التشغيل. هنسيب الخيار الاولاني ده وهناخد اللي هو استعراض الكمبيوتر بحثا عن برامج التشغيل. تمام كده اهوت، وبرده هنروح نازلين على الاختيار من قائمه برامج التشغيل المتوفره على جهاز الكمبيوتر، هناخد الخيار اللي تحت. تمام كده هيبدا يظهر معايا اظهار الاجهزه المتوافقه. هتبدا تاخد حضرتك اخر خيار تعلمه وتضغط على التالي. تمام كده اهوت، وبعد كده تضغط على اغلاق. لو حضرتك لاحظت هتلاقي ان هو على طول ظهر عندك ان هو تشغيل تلقائي، اللي هو ظهر اسم جهاز التليفون بتاعك. لو انا رحت على ماي كمبيوتر وفتحته هلاقي ان جهاز التليفون بتاعي ظهر. تمام كده، وتبدأ تقدر تستعرض الملفات اللي موجودة على وحدات التخزين اللي موجودة فيها. طبعا بكده يبقى احنا حلينا المشكلة بمنتهى البساطة. طبعا لو الفيديو استفدت منه وتعلمت شيء جديد، ما تنساش ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.